من السلوكيات الخاطئة أن تكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق صلة الرحم. هل الاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي في صلة الرحم يكفي؟ سؤال مهم، لكن علينا أن نعرف ما لا يدرك كله لا يترك كله، فالتواصل عن طريق الوسائل الحديثة أهون من المقاطعة التامة، وأهون من إقامة الحجة بالانشغال وعدم القدرة على صلة الرحم. فلذلك نفعل ما نستطيع أن نفعله، لا تحرم نفسك ثواب صلة الرحم.